الأستاذ عبد الرحيم حكم محامي بهاء الدار البيضاء ورئيس جمعية الآباء بثانوية محمد الخامس. أعتقد على أن الأمور تتمر بشكل جيد بالنسبة لامتحانات البكالوريا. بعض التشكيك من مادة الفيزياء على أنها كانت شوية المادة شوية قاسحة كي كيقولوا هذا ما نقدروش حنا نحكمه اللي وضعوا الأسئلة عارفين علاش وضعوها عارفين الطرق هذا الإشكال كان تنظيم حسب عندي واحد البنية كدوز كان تنظيم مزيان كان فتح الأغلفة تم بواحد طريقة تقنية جميلة بحيث أول مرة كنسمع أنهم حضروا التلاميذ ووقعوا معهم على ذاك المحضر ديال التسليم ديال الأضرفة. الإشكال اللي سمعته من خلال الآباء وأنا كان نصاحب بنتي الصباح هو أن اليوم في الصباح هو أن كاينين جوج ديال الأساتذة حسب الآباء جوج الأساتذة اللي هما توام اللي كيقراو في مؤسسة حرة وتيقراو في ثانوية في الدار البيضاء وعطاهم الحراسة لذوك التلاميذ اللي عندهم يعني الثانوية التلاميذ ديال ثانوية معينة تيحرصوا التلاميذ ديال الثانوية ديالتهم فكان غير اللي تساوي الحدود انا ما عنديش اشكال واخا يحضرني الاستاذ ديالي واخا يحضر لي بنتي الاستاذ ديالي عندي الثقه في بنتي وعندها الثقه في نفسها ولكن كيبقى لتكافؤ الفرص باش ما يكونش القيل والقال حيت اللي عنده اللي ما عندوش ما عندوش واللي باغي يدوز امتحان راه كيوجه للجميع الدور راه الناس في غزه والمناسبه اليوم حنا كنا دايرين الوقفه ديال غزه راه الناس في غزه وكيدوزوا امتحان ولكن كنبقاونا نقولوا بان الظروف ديال السنه والاضرابات وهذا ونزيدوا لها حتى هذا التشكك ولا هذا نخليو التشكيك يتسرب لبعض الاباء فكنظن ان من تكافؤ الفرص نتفادوا في القادم من الايام او في القادم من الدورات انه يتعينوا نفس الاساتذه في نفس المؤسسه لا سيما اذا كانت هذيك النقطه ديال ان المجموعه او الاغلبيه او واحد الجل ديال واحد التلاميذ كياخذوا دروس دعم عند نفس الاساتذه بمؤسسه مستقله كنظن انني بلغت الصوت ديالي والرساله ديالتي للمسؤولين باش يتفاداو حنا ما عندناش غرض اننا هذا غير باش يكون تكافؤ الفرص وما يلقاش داك اللي ما باغيش يقرا داك اللي منوضه مو غير بزز وداك اللي ما وجدش ما يلقاش شي سند على شي يستند ولا يعطي تصريح ماشي هو هذا للاسف حنا كنشوفوا ان البكالوريا كل ما كتزيد تقدم كل ما التلاميذ كيزيدوا يتقدموا في جو ديال الرقمنه في جو ديال هذا اللي كيختلف على الاجواء اللي قرينا فيها حنا كل ما كتزيد للاسف كنقول الاباء تيساهموا مع اولادهم في الكسل كيساهموا معهم في شريان دوك الوسائل ديال النقل عيب وعار حنا كنا نسمعوا النقله عيب وعار ان الدري يمشي يقرا في مدرسه يزيد سوايع في مدرسه اخرى ولكن اليوم ولات فرض راسها لان الدراري ما شاء الله عليهم كاينين شعله وكاينين شي ناس اللي للاسف مشاو في ذاك الاسلوب ديال التفاهه كنظن على اننا نديروا يد في يد حتى الاباء حتى هما راه ما حملوش مسؤوليه غير الدوله كدير اللي عليها حتى الاباء حتى هما يتحملوا مسؤوليتهم شويه وهذا ويعاونوا ولادهم نفسانيا ويأطروا ولادهم نفسانيا هذا راه امتحان انا ما تنظرش واحد اللي غتساعد ولا غتطلب عليه استاذ تيقري سوايع ولا اللي غتطلب عليه شي واحد ولا هذا غدا بعد غدا ملي ياخذ المسؤوليه اش غادي يعطيني راه ما تنهضروش عندنا حنا تنهضروا على الاجيال المقبله الانسان اللي داز من هنا لهنا هنا نهار اللي غادي يكون قدام الامتحان الصحيح اللي هو الواقع العملي اش غادي يعطي كيفاش غادي يتكلم اشنو غادي يقول فكنعتقد على انني بلغت الرساله لمن يعنيها من الامر وحنا راه الاشاره ديال جميع المسؤولين في التعليم باش نهضوا بهذا القطاع لان التعليم ما بقاوش غير نتشكاو راه ما كاينش ما كاينش ما كاينش حتى حنا خصنا كاباء نكونوا كاباء كيخصنا نكونوا مع وليداتنا نهيئهم نفسانيا نربيوهم ما لقاوش كلشي على الاستاذ ما لقاوش كلشي على المؤسسه الاب اللي كيهيئ اولاده باش يقراو خصهم يعرفوا بانه راه تيخسر عليهم دم جوفو انه كيامل فيهم انهم المستقبل فكنتمنى انه يكون المستقبل احسن من اللي كنشوفوه دابا وحسن 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 وليكم الكلمه الاخيره للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.